وجود اتفاق سلم والشراكة. مرة أخرى إعلان عن اتفاق جديد في اليمن، اتفاق جزئي أعلن عنه المبعوث الأممي جمال بن عمر خلال الليل عبر صفحته على الإنترنت. تقدمنا هذا الصباح خطوة مهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية. وبحسب ما أعلنه بن عمر فإن الأطراف السياسية اتفقت على شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية بما يضمن مشاركة كل المكونات السياسية التي لم تكن ممثلة في مجلس النواب الحالي. ووفق الاتفاق المعلن فإنه سيتم تشكيل مجلس يسمى مجلس الشعب الانتقالي مع الإبقاء على مجلس النواب الحالي والذي كان حله الحوثيون ضمن الإعلان الدستوري. مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي سيشكلان المجلس الوطني الذي سيقر التشريعات الرئيسية المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية. جمال بن عمر شدد على أن هذا التقدم لا يعد اتفاقا نهائيا بل يمهد الطريق نحو اتفاق شامل. فمن القضايا الجوهرية التي يجب حسمها وضع مؤسسة الرئاسة والحكومة والضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق. رد فعل الحوثيين على الإعلان جاء مرحبا ومدافعا عن الاتفاق. بعض الأطراف تقول إن ذلك الاتفاق غير متوافق مع الإعلان الدستوري، إلا أن ذلك غير صحيح. هناك مجلس شعب سيكون وسيشمل ممثلين لأنصار الله، وهذا لم ينافي الإعلان الدستوري. اعتراض بعض القوى على الاتفاق المعلن يطرح تساؤلات حول صلابته وسط تطورات متسارعة على الأرض وأنباء جديدة عن تدهور الحالة الصحية للرئيس المستقيل والمحتجز من قبل الحوثيين عبد رب منصور هادي. التحركات السياسية قد تحمل مفاجآت جديدة. موقع الصحوة اليمني نقل عن مصدر سياسي رفيع لم يسمه بأن اتفاقا تم برعاية إيرانية بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، وذلك لإدارة المرحلة القادمة بتقاسم الحكم خلال فترة انتقالية ومناصفة المناصب العسكرية والمدنية. أنباء تعذر التحقق منها من مصدر مستقل. بنود اتفاق سلم والشراكة. مرة أخرى إعلان عن اتفاق جديد في اليمن، اتفاق جزئي أعلن عنه المبعوث الأممي جمال بن عمر خلال الليل عبر صفحته على الإنترنت. تقدمنا هذا الصباح خطوة مهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية. وبحسب ما أعلنه بن عمر فإن الأطراف السياسية اتفقت على شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية بما يضمن مشاركة كل المكونات السياسية التي لم تكن ممثلة في مجلس النواب الحالي. ووفق الاتفاق المعلن فإنه سيتم تشكيل مجلس يسمى مجلس الشعب الانتقالي مع الإبقاء على مجلس النواب الحالي والذي كان حله الحوثيون ضمن الإعلان الدستوري. مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي سيشكلان المجلس الوطني الذي سيقر التشريعات الرئيسية المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية. جمال بن عمر شدد على أن هذا التقدم لا يعد اتفاقا نهائيا بل يمهد الطريق نحو اتفاق شامل. فمن القضايا الجوهرية التي يجب حسمها وضع مؤسسة الرئاسة والحكومة والضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق. رد فعل الحوثيين على الإعلان جاء مرحبا ومدافعا عن الاتفاق. بعض الأطراف تقول إن ذلك الاتفاق غير متوافق مع الإعلان الدستوري، إلا أن ذلك غير صحيح. هناك مجلس شعب سيكون وسيشمل ممثلين لأنصار الله، وهذا لم ينافي الإعلان الدستوري. اعتراض بعض القوى على الاتفاق المعلن يطرح تساؤلات حول صلابته وسط تطورات متسارعة على الأرض وأنباء جديدة عن تدهور الحالة الصحية للرئيس المستقيل والمحتجز من قبل الحوثيين عبد رب منصور هادي. التحركات السياسية قد تحمل مفاجآت جديدة. موقع الصحوة اليمني نقل عن مصدر سياسي رفيع لم يسمه بأن اتفاقا تم برعاية إيرانية بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، وذلك لإدارة المرحلة القادمة بتقاسم الحكم خلال فترة انتقالية ومناصفة المناصب العسكرية والمدنية. أنباء تعذر التحقق منها من مصدر مستقل. احتشد الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي في مدينة عدن جنوبي اليمن في جمعة سموها الحذر من الخطر القادم، وجدد المعتصمون مطالبهم بتقرير مصير الجنوب ورفضهم الحوار والمفاوضات الجارية في صنعاء، كما جددوا تأكيدهم التصدي لما سمي التمدد المسلح لجماعة الحوثي في مناطق الجنوب.
هكذا بدا المشهد في عدن جنوبي اليمن. حراك جدد التأكيد على مطالب الجنوبيين من خلال جمعة حملت اسم الحذر من الخطر القادم، حيث جدد الحراك الجنوبي رفضه لما سماه وصول الفوضى والتمدد المسلح إلى عدن. شعب الجنوب لن يسمح مرة أخرى بدخول إلى العاصمة عدن أو إلى الجنوب، أو ليكون من أولئك الغزاة الذين يأتون إلى العاصمة عدن من جديد باسم سواء الحوثية أو غيرهم. هنا في ساحة العروض مقر الاعتصام في عدن، إذن هتف المصلون دعما لما أسموه ثورة الجنوب ورفضا للواقع السياسي في صنعاء كونه يعد شأنا لا يعنيهم كما يقولون باعتبار الحراك ليس طرفا فيه. الحراك الجنوبي لم يكن أصلا طرفا في كل ما يدور في صنعاء، فذاك شأن يخصهم، ولكن من حيث التأثر لا شك على أن الجنوب سيتأثر، وهذا التأثر من الناحية السلبية هو يعنينا، لذلك الواجب علينا نحن أن نحافظ على مستقبل الجنوب أرضا وإنسانا. وتمثل هذه الفعاليات الأسبوعية كل جمعة جزءا من جملة نشاطات ينفذها الحراك الجنوبي على امتداد الأسبوع تعبيرا عن مطالبه بتقرير مصير الجنوب. المشهد هنا في عدن يبدو غير مكترث بما يجري في صنعاء، والعلاقة بين المشهدين تبدو في حال من القطيعة، خاصة في ظل تنامي الرفض الشعبي هنا لما يسمونه السيطرة الحوثية على الأرض في مناطق الشمال. خليل القاهري، التلفزيون العربي، مدينة عدن، جنوب اليمن.